أهلا وسهلا فيك، عرفت عرفت. يعطيكم ألف عافية، بتكبروا القلب. الله يكون بعونكم. يا ريت تنقل لي الصورة من عندك، كيف الوضع؟ نحن صراحة من فريق الصليب الأحمر فرع الإنقاذ بلبنان جايين مع وفد 70 شخص من بيناته الجيش والهندسي بلبنان مع الدفاع المدني وفوج الأطفال. الوضع هون صراحة سيء جدا للأسف، لهلأ ما طلع معنا ولا شخص طيب. صرنا شايلين تقريبا 14 ضحية لحديت هلا. الزلزال كان كثير قوي، المباني المهدمة مثل ما انك شايف يمكن شوي بالصورة بشكل كامل جدا، يعني بالمنطقة اللي احنا فيها ما طلع الا شخصين بأول يوم وكانوا بالطبقات العليا، يعني بقيوا من فوق قدروا يشيلوهم. بس للأسف من امبارح بعد ظهر لليوم كل شيء من تشلينا هن ضحايا كلهم، عيال كاملة ما تكون مع بعضها، البي والأم والولاد بفرد محل بس الكل متفقين. طيب وليد، يعني بحسب ما عم نسمع انه عم بيتم ارسال المساعدات، وايضا في فرق انقاذ عم توصل على يعني بعض الاماكن. هل وصلت فرق انقاذ اكثر؟ هل في مساعدات لكم بتخولكم او بتسهل عمليه الانقاذ؟ لا اكيد في عندنا مكانات كثير، معدات كثير خصوصي اليوم وصلت من لبنان كمان معدات، والجيش السوري كان عنده معدات كثير ما يساندنا فيها. هلا قطعت الحدود كثير معدات من شركات لبنانيه عبر الجيش، يعني مثل الجرافات الكبيره اللي هي بتبلش تشيل البنايات من فوق لتحت. طبعا ببلشوا من فوق بشكل دقيق جدا، يعني مشان هيك عم نطول نحن بالشغل نحن وياهم. فيك تفرجينا، يعني فيكم تبرموا بس الصورة حواليكم بس لنقدر نشوف انتو هلا بالضبط. هذا المبنى اللي بنشتغل فيه صار في شخص ممكن ياخذ معنا الشغل لعبكرة، لانه هذا الشخص ما معروف اسا وين تواجده بهاي البناية، لهيك بياخذ وقت الشغل كثير. انت عم بتقلي هلا البنايات اللي حدا ما تكون مهد انها توقع، فما عم يكون الشغل كثير مرتاح. وليد انت عم بتقلي هلا انه هيدي البنايه فيها شخص، هيدا الشخص يعني هل انتو شخص على قيد الحياه، ما زال على قيد الحياه، ام ماذا؟ انتو عرفتوا انه في كان شخص بهيدا المبنى ويعني وموجود تحت الانقاض؟ عم جرب اعرف معلومات يعني منك. هذا المبنى صار منشال فيه فوق ال 11 شخص بس متوفيين، بس ما نحن بالاحصى من اهالي الحي والجهات وهيك بيقولوا قصة في شخص مفقود بهي البناية، فمش هناك مضطرين تضلك تشتغلي فيها للاخر تنتقلي على غير موقع. نحن مصممين على 3 مواقع تقريبا، الموقعين هوليك اليوم خلصوا بس كمان ما طلع معن الا الضحايا وقصة في هذا الموقع، وعبكره نبلش مواقع جديده. طيب وليد اليوم، طب مثل ما عم بيطلع ضحايا كمان عم بيطلع ناجين من تحت الانقاض، انتم في حال يعني وان شاء الله يا رب يكون في ناجين، شو وضع المستشفيات الموجوده بسوريا؟ يعني اكيد صار في تضرر للمستشفيات، يعني اشرح لي الوضع اكثر. لا المستشفيات ما فيها تضرر هون، بس المباني ببعض الاحياء، يعني بتلاقي شوارع كامله ما فيها شيء وشارع كامله نازل. في تضرر بالمي، ايه مثلا ما في مي، حتى بالمحلات اللي نحن فيها مع الجيش ما فيها مي، لانه الخطوط الكبيره كلها مقطوعه بالزلزال. طب كهرباء طبعا مثل ما انك شايفه ما في. ما هو مشان هيك عم تقلي ما في مي، طب وما في كهرباء كمان، طب المستشفيات لا اكيد ما في كهرباء. طب المستشفيات كيف بتشتغل؟ يعني حتى لو ما تضررت بفعل الزلزال كيف بتشتغل؟ عندها اداره ذاتيه، لان جوا ما يكون في كهرباء ومي طيب حسب ما عم نشوف نحن، يعني عم ناخذ الضحايا بالليل ما تكون جواي كلها اكيد في، يعني وليد الرادات ماشي عندنا كمان، يعني وليد الرادات بنحط فيها شغاله كلها.